السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلم على عبد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الأدب، أدب طلب العلم، أخلاق الراوي، وأيضا البخاري، وكفاية الأخيار، أو متن أبي شجاع للمرة الثانية، وهذا بالنسبة لي مستعجم يعني، لكن بناء على طلب الآخرين والرسالة والموني بإذن الله تعالى. نبدأ ب أخلاق الراوي، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارضى عنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. آمين. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال رحمه الله: اختيار النزول عن الثقات على العلو وعن غير الثقات. قال رحمه الله: أنبأنا أحمد بن أبي جعفر القطيمي وثق السند إلى يحيى بن معين رحمه الله أنه قال: الحديث النزول عن ثبت خير من علو عن غير ثبت عن غير ذي ثبت. وقال رحمه الله: أنبأنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق وساق السند إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه يقول: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يطلب الإسناد، قال: يعني التعالي فيه. وقال رحمه الله: أنبأنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذان وساق السند إلى عبيد الله بن عمرو. وقال وذكر له قرب الإسناد، فقال رحمه الله: حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم أو قال ضعيف. وقال رحمه الله: حدثنا الحسن بن أبي طالب قال أخبرنا الحسن بن أبي طالب وساق السند إلى قال أنبأنا أبو عمرو عثمان بن عيسى الصموت العابد قال في كتابي عن أبي بكر الأنباري أنه أنشد من البسيط قال: علم النزول اكتبوه فهو ينفعكم وترككم كتبه ضرب من العنة، إن النزول إذا ما كان عن ثبت أعلى لكم من علو غير ذي ثبت. وقال رحمه الله: أنشدنا علي بن أبي علي البصري ساق السند إلى محمد بن عبيد الله العامري لنفسه من الرمل قال: لكتابي عن رجال أرتضيهم بنزولي هو خير من كتابي بعلو عن طبولي. بعد أن تسبب وهنا الآن يقول: وإن كان العلو مطلب رئيس، وإن كان العلو دل على علو الهمة، لكن العلو لابد له من ضوابط. يعني إن كان العلو فيه سلمة وهو أن الحديث ضعيف، والعلو أيضا فيه من المتروكين، فإن الأفضل أن ينزل المرء. وقد أقول أن العلماء هنا يجعلون النزول، يعني لو ترى من تصفح كتاب صحيح البخاري، يعني هو عنده العلو وتراه ينزل فتتعجب لما النزول، طيب لما النزول، فترى لا هو أنا أقول نزل لأمور، من هذه الأمور تصريح المدلس أن يسرح المدلس بالتحديث، هذا سبب للنزول. أو الآن هو نزل من أجل أنه عندما يكون عاليا المحدث المدلس عنعن، والعنعنة طبعا المدلس لا يقبلون حديثه حتى يصرح بالتحديث، فينزل للتصريح، يعني زاد رجال للتصريح، يكون في إسناد النزول تصريح. ومن ذلك أيضا المتابعة، ينزل لمتابعة، هو يريد راوي فيه كلام وهو ينتقي من حديثه، فيريد أن يبين أنه انتقى من الحديث لأنه وافق الثقات ولو كان بنزول. فدي فائدة من فوائد أيضا النزول التي لما ينزل من أجل ذلك. ممكن ينزل أيضا لسبب آخر، وهو أن يكون الراوي عن الشيخ ألزم وأثبت فيه، فعندما يأتي بالأثبت والألزم يقول لك: إذن الثاني وافق الألزم والأثبت، وهذا تعضيد ليش؟ للمتن. لذلك أنت ترى هنا يقولون ينزل، نعم الحديث النزول عن ثبت خير من علو عن غير ذي ثبت، يعني هذه مسألة من أعظم ما تكون، وهو أن يكون النزول فيه أن الراوي ثقة ثبت مار. أما العلو برجل ضعيف إيش لا يفيد؟ وإيش اللي يفيد في هذا الباب؟ هم كانوا يبحثون عن الغرائب، نعم، لأنه لما يتكلم بحديث غريب ليس إلا عنده الناس يتعجبون. وكان يقول أحمد: لا يبحث عن الشاذ إلا الشاذ،
وتلمسون الغرائب على أساس أنه يكون عنده ما ليس عند غيره، لكن في نهاية الأمر سيتهم ويمكن يكون الحديث موضوع. ولذلك شوف ابن مهدي يقول: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يطلب الإسناد يعني التعاري فيه، لأنه هذه المسألة يكون فيها تباهي، يعني خسارة من كل وجه. علو ليتباهى بين الناس ويكون فيها التفاخر، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع 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 الله به. والأمر الثاني أنه يأخذ عن من ليس أهلا أن يأخذ منه. ولذلك ينظر هنا أيضا نقل عن عبيد الله بن عمرو قال: حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم، أو قال ضعيف. وهذه تجعلك تقول بأنني أبحث عن إيش؟ ها، عن الصح، وأبحث عن السلامة. وهذا فيه أيضا التأني في الطلب وعدم البحث عن الشهرة. كثير من الناس يذهبون يمينا ويسارا ويقولون نسمع، ورجل عنده معاد لأنه في شهرة، يذهبون إليه للشهرة. وده كثير، يعني احنا في زماننا زمان، هذا الزمان زمان عجيب جدا، زمان ظهرت فيه نبوءات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها بين يدي الساعة سنون الخداع وصدق الكاذب وكذب الصادق ويؤتمن الخائن وخوف الأمين وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه، أو الفاسق، أو الفاسق يتكلم في أمر العام. فالمشكلة في هذا الباب أن الناس يعني إلى الصيحات يسيرون يمينا وشمالا ويسارعون في من كانت له شهرة. وهذا الذي نعيشه في هذه الأونات وهذه الزمانات. كثير من الناس لا يعرفون المتقن في العلم، المدقق، المحقق، ويعرفون كثيرا ممن كان له الوعظ أو كلمات الطيبة من المشاهير، فأبحث عنهم. هكذا الناس، هكذا الناس يبحثون عن ما يطلبه المستمعون، كما كان الآخر يفعل ذلك كما يطلبه المستمعون، والثاني يذهب لأنه مشهور. وهذه تضيع، يكذب في الأنساب وينسب نسبه للأشراف ومش من الأشراف. أنا نقول بقى يتأنى المرء في الطلب هنا ويبحث عن الراسخ فيأخذ منه هذا الأفضل. يعني النزول هنا فيه التأني، يعني يستفاد منه التأني والسلامة، والتأني والسلامة في الرسوخ. فلا بد بالمنقاش تبحث عن الراسخ فتأخذ منه. وإن كان مسألة الرسوخ هذه كالكبريت الأحمر، يعني في زماننا هذا الراسخون على قلة قليلة، والله أعلم. الحمد لله أنها مش منعدمة، لأنه لا انعدام، خير لا انعدام فيه، لكن على قلة قليلة. وكثير من الناس لا يفقهون هذا الباب، لا يعرفونه. ولذلك من لم يعرف يحرم، هذه قاعدة مهمة جدا مفهومة في هذا الباب. من لم يعرف يحرم، والذي يعلم لا يعلم لا 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 يعرف الراسخ من غيره يحرم، والذي لا يعلم المحقق من غيره يحرم. ولله حكم وإيش وشون. ولذلك لابد أن تفهم أخي الكريم أيضا أن الله تعالى قد يبعد الراسخين عن كثير من الناس. لما؟ لأن هؤلاء الناس لا يستحقون الأخذ منهم. كان في طالب علم في بلد معينة ظلموه ظلما بينا، فأخبرني أن هناك شيخ فاضل جدا نبيل من النبلاء اتصل فيه قال: ما بك؟ ما أنت ما تحزن؟ القوم لا يستحقون مثلك يكون عندهم. نظرة أخرى بالوزن، النظر هذا بالوزن، يعرف وزن المرء، تعرف ما يعني من يستحق. يعني هناك أناس لا يستحقون النبلاء أن يكونوا بينهم، لا يستحقون أهل الخير الذين لهم نصح لهم بإخلاص، وأيضا الذين يحسنون إليهم وهم لا يعلمون ما معنى هذا الإحسان. فهؤلاء لا يستحقون أن يكون بينهم الأخيار. هناك قوم عندهم لا يعني أنت تكون عندي مرتاح ولك ملك من المكانة الكبيرة عندما أقول لك يمين يمين شمال شمال وسط وسط، فهم هكذا ستكون لك اللمعان والبريق نجوم هنا، لكن النجوم هنا في هوليود مع مفاسة، ما اسمها هذه مع مفاسة وسكار سكار. هذا رجل، هذا استغفر الله، هذا أسد سكار، ده أفضل شيء عنده أنه كان محاط بشريط أغبياء، يقول لك محاط بشريط متخلفين. ما اسمه هوليود ولا اسمها إيش ولا بوليود ولا ما اسمها. ستكون نجما في هذه الأماكن، لكن نجما لست نجما في السماء، لست نجما في السماء، فاهم؟ فهو لا يقول له لن تبقى حتى تمر من خلالي، ما أحد يبقى حتى يمر من خلالي. الذي لا يمر ويقول أنا مروري يكون ليس من رأسي، أنا منصف معكم، ليس من رأسي وليس من رأسك، لكن من إيش؟
من الشرع، اجعل الشرع هو الذي يمررني لا رأسك ولا رأسي. فطبعا هو عنده أصلا، أنت أصلا ما في شيء اسمه رأسك، يا رأسي يا تطير رأسك. وغرهم بالله الغرور وحسبوا أنهم تمكنوا وأن كل شيء في القبضة وأنهم يملكون كل شيء. هو هذا المغرور، هو هذا دفعهم الله دفعا لذلك. وبعدين أصلا المشكلة الله تعالى يقول على كل الأجيال أتواصوا به، أم قوم الطاغوت أتواصوا به. فرعون نفس المسألة، وقف أمام الجميع وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ إيه ده، أنا مالك الدنيا. فرعون من شدة غروره بملك الدنيا وش قال؟ لا ده قال أنا ربكم الأعلى. قال قولا فظيعا. شوف بقى غره الله جل في علا كيف، شوف خدعه الله كيف، شوف استدرجه الله كيف. وبعدين شوف من غبائه الأكمل الذي رآه في منامه أن هلكته على يده، ها هو الذي رباه، هو راع ذهب يمينا وشمالا يقتل كل طفل كل، فاهم حضرتك؟ والذي عليه العين هو فرعون الذي رباه. وامرأته تقول له قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا ونتخذوا ولدا. هذا فيحسب أنه امتلك، فيقول لا تمر إلا من خلالي، لا ولا من خلالك ولا من خلال آلاف مثلك. ما دام شرع الله موجود الشرع حاكم بين الجميع، ولا مرور لا بين يديك ولا معك ولا خلفك، أنت اللي تيجي خلف. لما؟ لأن المسألة على ما أصل الله جل في علاه على الشريعة، أنت اللي تيجي خلف لا تأتي أمام، لأنك لو أتيت أمام ستغرق السفينة بأسرها. أنت لا تنظر للسماء أصلا، ما عندك أي علاقة بالسماء، فلا يمكن أن تكون أماما، أنت إلى الأرض فكون إلى الخلف. هي هذه، ولذلك نحن نقول لابد الإنسان أن يتأنى، لن يسلم حتى يكون أمره كله لله، وأن يسير سيرا ما يرى قلبه يتعلق إلا بالله. فلذلك هو نقول بأنه هؤلاء هم الناس العلماء، ومن طلب شهرة وقع في الوحل، طلب الظهور قاسم للظهور، طلب الظهور قاسم للظهور. تعلم العلم ليرائي به العلماء ويجاري به السفهاء أو يصرف إليه وجوه الناس فالنار النار. قد بينا أن سفلة الناس هم الذين يأكلون بدينهم، سفلة الناس الذين يستخدمون الدين لأكل الدنيا، سفلة الناس الذين نظرتهم نظرة دون، يأخذون أشرف شيء في الوجود يجعلونها لدناءة لأدنى شيء في الوجود، لعاعة الدنيا التي لا تساوي شيئا في هذا الباب. فلذلك نحن نقول من طلب العلو اطلبه من الله جل في علاه، ولكن له ضوابط. ثم من طلب أيضا التمكين فعليه بالنزول تأنيا وليسلم دينك في هذا الباب. لذلك لا تطلب الظهور ولا تمر من خلال أحد، ما ترى أحد يمررك. قل له أنا أنصفت، أسير معك كما شئت، أسير معك كما شئت، لكن لا على راسي ولا على راسك. على إيه؟ على ضوء الشرع. آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طلب العلو ببابه على، أو من طلب النزول من بابه نزل، لكننا نقول توسط الأمر، كن على بصيرة من أمرك ولا تتلون، إياكم والتلون. نعم. الفوائد المستنبطة: أدب العلم يتوقف على التحقيق، من نظر إلى السماء لم يعبأ بشيء، لأنه لا يهم علو ولا نزول، يهمه أن يكون إيش؟ يهم أن يكون متينا في محققا. لا علم إلا عند الراسخين، لا علم إلا عند الراسخين. ابن مهدى ونفسه راسخ، ولذلك قال تطلبه نازلا، المهم أن يكون صحيحا، يسلم دينك بذلك. 40 سنة بينام في المحراب عبد الرحمن بن مهدي. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.